السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. بداية كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. ربنا يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في هذا الشهر. إن شاء الله نتكلم النهاردة أو نكمل اللي هو الموضوع اللي اتكلمنا عنه قبل كده، الكونتراسبتيف بيلز. الكونتراسبتيف بيلز دي في عبارة عن حاجتين أو نوعين. في حاجة اسمها كومبايند هرمون اللي هي بتحتوي على استروجين وبروجستيرون مع بعض في نفس التابلت، والامثله بتاعتها اللي هي مثلا الجينيرا، ياسمين، السيليست، المايكروسيبت. وفي حاجه اسمها المونو هرمون اللي هي زي السيرازيت والميكروزيبت، ودي بتحتوي على بروجستيرون اونلي. طيب طريقه الاستخدام اصلا ازاي؟ عموما الكونتراسبشن بيلز سواء كانت تو هرمون او مونو هرمون بتبتدي من ثاني يوم او ثالث يوم البريود. في حاله التو هرمون هتكمل لمده 21 يوم وتوقف اسبوع البريود تنزل فيهم ونبتدي في علبه جديده. انما بالنسبه للسيرازيت والميكروبليت اللي بتحتوي على البروجستيرون اونلي، دي هنبتدي من اول من ثاني يوم هنبتدي من ثاني يوم البريد او ثالث يوم ونكمل على طول. حتى لو البريد نزلت بنكمل باستمرار، ما بنوقفش الحبوب دي نهائيا. ليه عملوا وان هرمون وتو هرمون؟ لان الوان هرمون الى حد ما ما بيأثرش على الميلك برودكشن، او البروجستيرون ما بيأثرش على الميلك برودكشن، او ما بيقللش الميلك برودكشن زي الاستروجين، لان الاستروجين بيقلل الميلك برودكشن. فبالتالي هيساعدني في حاله الرضاعه، ودي بنسميها موانع الحمل اثناء الرضاعه. وللامان اكتر ان احنا المفروض ننصح ان الست اللي بترضع ان هي ما تبتديش او تبتدي تاخد حبوب منع حمل الا من بعد الشهر الثالث او الرابع، وفي ناس بتقول كمان السادس، زياده للامان ان هي ما تاثرش على الحليب على الملك نهائيا. زي ما هي ما تاثرش على الملك نهائيا. وفي الفتره دي تقدر تستخدم اي وسيله تانية زي الكاندم مثلا في منع الحمل. طيب ايه هي اللي ممكن يحصل اثناء لو انا نسيت حبايه او حبايتين او ثلاث حبايات في الوان هرمون او التو هرمون؟ طيب بسهوله الامر في الوان هرمون، سواء كانت الست نسيت حبايه او حبايتين، اول ما بتفتكر ان هي نسيت تبتدي تاخد الحبايه اللي هي نسيتها وتاخد الحبايه الجديده في ميعادها، مفيش مشكله. ده بالنسبه للوان هرمون. وزياده للامان ان هي ننصح المريض او المريضه ان هم يستخدموا وسيله اضافيه لمدة 7 أيام متواصلين لو كانت الست نسيت. طيب بالنسبة للتو هرمون، لو الست نسيت مثلا حباية، هقول لها أول ما تفتكر الحباية دي تاخدها في ميعاد، تاخدها عادي مفيش مشكلة، والحباية الجديدة تاخدها في ميعادها، تمام؟ طيب لو نسيت حبايتين، هقول لها إن هي تاخد الحباية اللي آخر حباية هي نسيتها والحباية الجديدة تاخدها في ميعادها. طيب لو نسيت 3 حبايات، لا، هنا أقول لها حضرتك هتوقفي لمدة 7 أيام وتبتدي في علبة جديدة، لأن الموضوع كده باظ، ولو حصل انتركورس هيحصل حمل. في النسيان عموما سواء كان تو هرمون أو وان هرمون، بنصح المريض إن هو هيستخدم وسيلة إضافية لمنع الحمل زي الكوندوم لمدة 7 أيام متواصلين، أو أبعد عن الانتركورس لمدة 7 أيام، تمام؟ طيب السايد افكتس، ايه هي الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل من حبوب منع الحمل؟ في اعراض كتير جدا بتحصل، ولكن خلينا نتفق ان نسبتها بتختلف من شخص لشخص ومن دواء لدواء. الاعراض دي ممكن زي ان هي يعني او المشاكل الجانبيه ان هي بتستخدم يوميا بصفه يوميه، فدي بعض النساء بتنسى وبتضايقها الحاجه زي كده. ممكن يحصل في بدايه الاستخدام فقط، يعني اول ما بتستخدم الحبوب او في اول استخدام ليها ممكن يحصل بس بليدنج ويظبطها. انما بعد كده الموضوع بيتحل لوحده ومفيش مشكله. لا بالعكس، كمان ان احنا بنستخدم التو هرمون في ريجوليشن اوف ذا بيريود، ممكن يحصل شويه الم في البريست وويت جين، ودي بتضايق ناس كتير. ممكن يحصل برضه نمش وبتضايق ناس كتير برضه، وممكن عصبيه وحاجات زي كده او بودي تشينج برضه بتضايق ناس كتير، ونوزيا وومتنج، تمام؟ مع ان لها اعراض جانبيه كتير، ولكن لها برضو ادفانتج زي ان هي سهله الاستخدام، ان هي ما بتاثرش على الفيرتيليتي، ان هي بتعمل ريجوليشن للبريود. خلينا نقول ان في هرمونال كونتراسبشن بتستخدم غير الاورال روت، زي مثلا حاجات زي النوفا رينج، او في حاجه اسمها رينج فاجينا رينج اللي بتحتوي على تو هرمونز بتتحط في الفاجينا لمده 21 يوم وتشال لما البريود تنزل وكذا. وفي حاجه اسمها ترانسديرمال باتش بتحتوي على تو هرمون، دي عباره العلبه بتبقى عباره عن 3 باتش، وكل باتش بتكفي لمده اسبوع. هل في وسائل يعني طرق اخرى او
بنستخدم الكونتراسبتيف بيل في اغراض اخرى، بنستخدمه في اغراض اخرى زي الاكني والهرشتزم، ناجم عن ان البروجستيرون له انتي اندروجينيك افكت. تمام، ممكن استخدمها في ريجيونيشن اوف البيريود، وتهرمون ممكن استخدمها في ديلينج البيريود كمان. طيب ايه هي الاعراض اللي لو حصلت لمريضة عندي انصحها مباشرة ان هي تراجع الطبيب علشان يغير لها طريقة الكونتراسبشن؟ اللي يحصل سيفير بين غير مألوف، يعني ابدومينال سيفير بين، شيست بين او شورتنس اوف الجينز، يعني ضيق في التنفس مفاجئ كده، يعني الم شديد في القدمين او اليدين بطريقه غريبه واول مره يحصل، صداع مستمر ومؤلم جدا، سيفير اي بين، اي ساين من الحاجات دي تعتبر دينجر ساين للناس اللي هم بيستخدموا كونتراسبتيف بيلز، لازم انصحها ان هي تراجع الطبيب المعالج مباشره. الدراج انتراكشن او الانتراكشن اللي ممكن يحصل لو اثناء استخدام الكونتراسبتيف بيل، اهم حاجه او الحاجه اللي هي المشهوره الانتيبيوتيك، لانها بتاثر لي على الابزوربشن بتاع او الري ابزوربشن بتاع الكونتراسبتيف بيلز، وفي بعض الاحيان ان احنا بنشك مثلا لو هي بتاخد ريفامبسين ان هو بيسرع لي الديجريديشن بتاع الاستروجين من الليفر، فدي بنصحها ان هي تستخدم وسيله اضافيه لمده 7 ايام زي ما قلنا قبل كده اللي هي الكاردا. دي بعض الادويه زي مثلا البربيتوريتس، كاردا بزبون الفينوتين والفينوتوين والريفامبسين والكلوزبوتين زي ما احنا قلنا. النصيحه اللي انا اقدمها للمريض او المريضه اللي بتشتكي ان هي بتنسى، ان هي لازم لو نسيت يوم او يومين ان هي تاخد او تستخدم وسيله اضافيه لمده 7 ايام متواصلين، حتى مع استمرار طبعا ان هي تاخد الكونتراسبتيف بيل بصوره طبيعيه مفيش مشكله، ولكن احتياطا لو احنا عايزين ما يحصلش حمل. اتمنى ان انا اكون وصلت الرساله بصوره مبسطه، وان شاء الله نتقابل في رساله جديده باذن الله.